يعني يحاول أفراد داعش القيام بأعمال إرهابية. القوات الأمنية قبضت على عدد من أفراد داعش المتواجدين في الحويجة تحديدا في كركوك. كركوك صحيح صحيح. بالفعل روناك وزارة الدفاع العراقية أعلنت تفكيك ثلاث خلايا إرهابية تتبع لتنظيم داعش. كان من اللافت بهذا الخبر اللي أعلنت وزارة الدفاع القبض على ما يعرف بأمير المطاحن لدى تنظيم داعش مثل ما تفضلتي بقضاء الحويجة بكركوك. طبعا العمليات مستمرة لملاحقة فلول داعش أو الخلايا النائمة أو المتوارين أو الفارين بعد ما تم الإعلان عن هزيمة تنظيم داعش بالعراق وسوريا. أنا هون حاب أشير لنقطة مهمة. أمس هيئة تحرير الشام اللي هي متواجدة بإدلب بسوريا أعلنت كمان عن قتل أمير داعش بإدلب. هي كان كمان تطور لافت بالنسبة لعملية ملاحقة داعش بغض النظر طبعا عن الجهة التي تقوم بالملاحقة. ما معروف أنه بإدلب في هيئة تحرير الشام في نزاعات بينه وبين داعش بغير الأجندة طبعا وغير الملاحقة التي تتم من قبل القوات النظامية العراقية بالعراق. كركوك من المناطق اللي حتى الآن ما يزال هناك فلول لأفراد داعش متواجدين فيها. في شهر نيسان أبريل الماضي تم الكشف عن نفق هناك وتم تدميره وأيضا أفراد من قبل داعش. وأيضا في السادس من الشهر الجاري رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن عن انطلاق حملة عسكرية واسعة في محافظة نينوى وأيضا ديالى للقضاء على فلول داعش.